اخواني اخواتي، قررت باش ندير هاد نقطة نضال باش نعطي درس لواحد المجموعة ديال الاميين، واحد المجموعة ديال المتسلطين على منظومة مغاربة العالم، والذين يدعون خبراء مختصين فاعلين. بغيت نشرح ما هي المشاركة السياسية وما هي المشاركة التمثيلية. مغاربة العالم لا يطالبون بالمشاركة السياسية لأن المشاركة السياسية متوفرة. بغيتي تدخل لشي حزب حتى واحد ما شد عليك الباب، بغيتي تنشط في مجتمع مدني حتى واحد ما شد عليك الباب، المشاركة السياسية كاينة وموجودة. إذن نحن أو الذين يريدون المشاركة المؤسساتية أو المشاركة التمثيلية اللي جات في الفصل 17 من الدستور، هذه المشاركة التمثيلية ما يمكنش تكون بدون أحزاب سياسية، لأن البعض يبخس عمل الأحزاب السياسية. فأنا أختلف، يمكن ما تعجبنيش واحد المجموعة ديال التصرفات ديال الأحزاب السياسية المغربية ديال دكاكين انتخابية، ولكن راه الأحزاب السياسية هي اللي دستوريا عن طريقها يمكن لك تكون في البرلمان، في المجلس الجماعي، في الجهة، في المجلس الإقليمي. إذن التفعيل ولا التنزيل ديال الفصول المتعلقون بالمشاركة التمثيلية ديال مغاربة العالم ما غادي يقوم بها إلا الأحزاب السياسية، الحكومة. ولا جينا نختصر الطريق، فمسألة المشاركة التمثيلية فهي بيد الملك، فالملك هو الذي سيقرر إن كانت هناك مشاركة تمثيلية أم لا. الذي يبحث عن الريع عليه أن يترك منظومة مغاربة العالم وما يستغلش المنظومة ديال مغاربة العالم، وما يستغلش أن الأغلبية ديال مغاربة العالم ما مهتمينش بهذا المشاركة التمثيلية، لأن المشاركة التمثيلية اللي خصنا نهتم بها هي المشاركة في بلدان الإقامة، هي التواجد ديالنا في المؤسسات التمثيلية في بلدان الإقامة، تواجدنا لأنه يعطي المصداقية للعمل ديالنا في هذه الدول ديال الإقامة اللي احنا متواجدين فيها. الأجيال الصاعدة خصنا حتى هما نشوفوهم هل عندهم رغبة في المشاركة التمثيلية في بلد الأجداد والآباء أم لا؟ لأن الأغلبية ديال الشباب والشابات غير مهتمين بالشأن السياسي الداخلي بالمغرب. فإذا كانت واحد مجموعة تتحرك هنا وهناك من أجل ريع في المغرب، فكان الأجدر هو أن نهتم بالمواطنين ديالنا، بالمشاركة ديالنا داخل بلدان الإقامة. وأحسن مثال هو تواجد ديال مغاربة العالم في البرلمانات، في الحكومات ديال مجموعة كبيرة ديال دول الإقامة. كاين الكفاءات والإطارات، هادو ما مسوقينش لهذه المسألة ديال المشاركة في البرلمان المغربي. فلا بد أنه الإنسان يعرف ما هي المشاركة السياسية وما هي المشاركة التمثيلية. فالمشاركة السياسية
ما هيش مطروحة حاليا. اللي مطروح هو المشاركة التمثيلية كما نص عليها الدستور، ولكن قبل ما نطلب بالمشاركة التمثيلية كاين الوقت بزاف، وكاين أنه نمشي ونعطي واحد البديل كيفاش غتكون هذه المشاركة التمثيلية، ماشي أنني نغوت هنا وهناك وتيبان أنني راه عندي واحد القاعدة مورايا. فخليوا منظومة مغاربة العالم افتقار اللي باغي يوصل لشي منصب ريعي، واللي باغي أنه يستغل السكات ديال مجموعة ديال الأغلبية ديال مغاربة العالم، فراه هو على الطريق الخطأ، لأن لا أحد وصي على مغاربة العالم، لأن حتى تتكلم باسم المجتمع المدني ولا باسم الجمعيات، فقل لي ما هي الجمعية التي تتكلم بها، وما هي قانونيتها، وكم مرة عقدت جمعا عاما، وما هي كذلك الأنشطة التي تقوم بها. أما أنك تغرد صباح مساء، فسيأتي يوما وستنفضح وسيعرف مغاربة العالم من هم الفاعلون الجمعويون الحقيقيون. اخترنا العيش هنا، فاخترنا كذلك المشاركة السياسية داخل هذه البلدان. أما المشاركة التمثيلية فهي مضمونة هنا، وهناك ما زال من يدافع عنها، وأظن أن ما زالت بعيدة التحقيق.